حياكم الله. أكدت المملكة حرصها البالغ لوحدة جمهورية الصومال وسيادتها على كامل أراضيها، وشددت في هذا الصدد على ضرورة الالتزام بمبادئ حسن الجوار وتغليب الحكمة وتجنيب المنطقة زيادة التوتر والنزاعات، والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن واستقرار المنطقة بما يسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة.